أحسن الله إليكم. أيضا أورد هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الشيطان لما رأى انتصار الإسلام وظهور الإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. هو أيس في نفسه، وليس معنى ذلك أنهم لا يوجد من يعبده منهم، ولكن هذا إخبار عن أنه هو أيس في نفسه لما رأى من انتصار الإسلام وظهور الإسلام وإقبال الناس على الإسلام، فإنه أيس وعدل إلى التحريش بين الناس. فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الله لأجل أن يطرد الشيطان عنه، وعليه أن يحافظ على هذه الصلوات الخمس: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نعم.